Avcı Başkella, da ad, da ad. Avocat, monsieur, s'il vous plaît, nous demandons à l'ensemble des usagers de l'aéroport d'observer une minute de silence. Merci. دور خورد شود آن را السلام عليكم خوتي، حاب نرجع على جيست المغرب الرخيص هذاك اللي سب لنا الشهداء. فوالا ونقول لك حاجه، وصلت لنا تشوف كار 42 مليون واحد وصلته. ماشي قاعد نحكي المغرب انجينير، ماشي قاعد ندير في الفتنه كيما سبنا نرجعوا له. فوالا ومعليش، لكن اتراجع بينا وجهك. اسمع، وين تكون؟ تكون في الغربه نجيبوك، تكون في البلاد نجيبوك، بين وجهك برك نعتراجل. سمعت؟ وهنا احنا اللي زاجر نهضروا بوجوهنا، ما ندرقوش وجوهنا من الاخر. واك وصلتنا، والله وصلتنا، ومعليش هم بيناتنا الايام. الكلاب اللي يعزين الملك تاعكم يا الشماته، احنا نعزهم مالينا، والله يعز شهادنا اللي رباهم يرخص. انا يا ما نبوسش اليد وما نبوسش العبايه، انا نبوس يد ما وبابا، فهمت؟ دير في بالك الشهداء اللي ماتوا عزونا فيهم غير الرجاله. انتايا اكتع كازا بلانكا يا الشماته، بلا ما نزيدو نحكيو. انا يا مانيش عايش في كازا بلانكا ونعيش بالزطله، يكون خطيكم راكم راكم مش غير تموتوا يا الشمايت، فهمت يا شمايت. السلام عليكم خوتي الجزائريين، الإخوة الأشقاء المغاربة، نرحب بكم. وأولا قبل كل شيء ترحم على الشهداء اللي ماتوا في مؤخرا في الطيارة هذه اللي طاحت في بوفاريك هنا في الجزائر. ربي يرحمهم ونحتسبهم عند الله من الشهداء. حبيت نهضر على واحد الامر. زعما يقولوا باللي المغاربه راهم كيما نقولوا حنا باللهجه الجزائريه يستشفوا فينا، ويقولوا باللي كان معاهم البوليزاريو المرتزقه، وكان معاهم لي كورونيل، وراحوا باش التيندوف زعما باش يدعموا العسكر ثم على الحدود. والله يا خوتي نتاسف، انا نشوف حاجه كيما هذه، يا مغربي كيما انت، يا مسلم كيما انت، يا يستشفى في خوتو المسلمين اللي ماتوا ربي يرحمهم، ناس خدامين على شرهم، ناس رايحين يخدموا. والله غير نتاسف نشوف حاجه كيما هذه. المروك هذه وشنو المروك هذه؟ شغل بلاد كما يقولوا شغل حاشا الشعب تاع المغربي اللي عن تربطنا معاه احنا الجزائريين صلة قرابة، وكاين بلايص في الجزائر هنايا قرية عن اخرها كلها مغاربة. بصح والله غير تأسف تشوف حاجة كيما هذه. على كل حال ماشي كاع المغاربة، بس فيهم الرجال وفيهم الاحرار وفيهم اللي عندهم النخوة العربية الاسلامية. صح هذوك اللي راهم يهضروا ويستشفاو احنا فينا، احنا والله غير حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. حنا الجزائر كبيره بزاف، جزائر شوف احنا صح احنا عندنا الحقره وعندنا البطاله وعندنا بزاف صوالح احنا اللي ماشي ملاح. بصح فيما بيناتنا احنا الشعب الجزائري راجل، والله غير راجل،
راجل عليكم والله غير راجل على المغاربه كما يقولوا حاشا لبعضه والله غير راجل. الشعب الجزائري معروف، معروف الدول الاوروبيه، معروف معروف البلدان قاع تستعرف بالجزائر، بلدان قاع تستعرف بالجزائر. حنا ضحينا، حنا عندنا مليون ونصف مليون شهيد الغربيه. حنا الجزائر من البكري معروفه بالسياسه الخارجيه، دعم حركه التحرر في العالم، حركه التحرر، كل حركه تحرر في فلسطين، الصحراء الغربيه، في اي منطقه روحوا حرروا سبته، حرروا مليليه، روحوا حرروا سبته ومليليه، ومن بعد هضروا علينا حنايا. حنا السياسه، شوف السياسه الخارجيه تاع الجزائر انا نوشمها في ظهري ونمشي بها برا. حنا عندنا سياسه خارجيه بارك الله فيهم. تجي تهضر على الجزائر، تتهضر على الجزائر، تهضر على الجزائر والشعب الجزائري وتستشفى في الناس، في خاوتك المسلمين اللي موتوا. والله غير لعنة الله عليكم، لعنة الله على هذه اللي راه يستشفى ويقول، يقول منش عارف انا كيفاه. والله غير نتاسف نشوف حاجه كيما هذه. نقول لك حاجه، والله هي الجزائر، شوفها الجزائر خبراء راهم يقولوا باللي الجزائر تقدر تحتل 23 دوله كيما المغرب. تهضروا على الجزائر، تهضروا على الجزائر، انتوما تهضروا على الجزائر. تفو عليكم اذا تهضروا على الجزائر، تفو عليكم، تفو عليكم.